مشاهدينا ومتابعينا، راح نبقى احنا وياكم في هذا المسلسل وهذه الامسيه الرمضانيه مع وبصحبه معرض جنين للادوات المنزليه. لا تنسوا عنده قسمين، القسم الاول من شيكل لعشرة، والقسم الثاني قسم الهدايا الثقيله والمميزه. لا تنسوا اكثر من 1000 صنف يوميا يصل لمعرض جنين للادوات المنزليه، وكمان بشرى للي بده يتجوز وحده وتنتين وثلاثه، الله يعطيكم. اللي بده يتجوز تنتين وثلاثه، اي وحده بتجهز من عند معرض جنين للادوات المنزليه بتاخذ هديه مميزه جدا. ابقوا معنا في هذه الأمسية الرمضانية بصحبة معرض جيل الأدوات المنزلية طول كرم مقابل الكنيسة. من وراء الكاميرا سيكون برفقتكم علاء جلاد، ومني أنا منتصر العناني. تعالوا نبدأ الجولة الأولى نشوف. أهلا وسهلا فيكم، ما شاء الله. أهلا. مرحبا. أهلا. كيفك؟ من وين أنت؟ من الطيبة. من الطيبة، أهلا وسهلا فيكم. كيف الأجواء الحلوة؟ الحمد لله منيحة. كيف مول لايت هون جايين مبسوطين هون؟ كيف الأجواء؟ الحمد لله منيحة، مشايفين. هاي حلوة مختصرة لكم، مشايفين. هاي حلوة، خلاص موجز يعني. طب شو اسمك أنت مشايف؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن، احنا مع معرض جنين للأدوات المنزلية، بتجاوب على السؤال أو الحزيرة بتاخذ جائزتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يا مشايف، إن شاء الله بتشايف بالإجابة. إن شاء الله. طيب، ما المقصود بالهيعة؟ سمعت بالهيعة؟ هيعة؟ هو مرت عليك؟ بخليهم يغششوني برد. عادي عادي غششو. الهيعة، ما معنى كلمة الهيعة؟ أو أي وقت يطلق على الشيء الهيعة؟ يعني في مرات إذا بتسمعوا مرات يعني كانوا الطلاب في المدارس لما الأستاذ يغلط يقول هيعة مش عارف إيش. طب ليش تقال هاي الهيعة؟ متى؟ متى؟ وقت الفوضى؟ وقت الفوضى لا. إيش؟ لا. احتجاج. صفقوله. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ شو اسمك؟ الحمد لله ايمن. ايمن شوي عمو، خليني هون. ايوه خلص خلص خلص. الهيعة شو قلت لي؟ الاحتجاج. ليه صفقتوا له بدري لسه على الصفقة؟ الإجابة غلط لسه، مش صح. انتوا صفقتوا استعجلتوا. الهيعة لا مش هيك. هلا ايش؟ لا. يعني بأي سياق بتيجي؟ سياق. يعني لما واحد يقول هيع قدام واحد بيقول هيع لإشي معين. شو مش عاجبه يعني؟ لا مش عاجبه. أنا عاجبه. مش فاهم السؤال يعني. مش فاهم السؤال. طيب شو شو بدنا نقرب لنقرب؟ طيب أغير السؤال؟ طيب سيدي لا شاء الله صعب بلاش. طيب هذا كمان صعب. طيب خايف إنه بيقرب الصعب هو اللي بفهم. طيب هلا سمعنا بالأخطل. مظبوط. نعم. أخطل الصغير. نعم. ما معنى كلمة الأخطل؟ الاسم شو معنى؟ أخطل. شو اسمه شو معنى؟ لا بعرفش. والمعروف شاعر معروف الأخطل الصغير، لكن ما بعرف المعنى. ما بتعرف معنى؟ عاد معروف معنى. أنا كنت جواب لك. أعطينا سياسي تاريخ. سياسي تاريخ. طب ما معنى كلمة مأرب؟ مأرب. سد مأرب. هدف. هدف. ما أرب هذاك تمني أو هدف. بس أنا بحكي عن سد مأرب. ما معنى كلمة مأرب؟ مأرب مدينة في اليمن. سد 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 مأرب مظبوط. بس أنت شو معنى؟ مش لا 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 الأخطل معنى كلمة الأخطل. لا ما بعرف. بعرف مأرب هدف. لا مأرب تمني أو هدف. بس إحنا بنقول سد مأرب مظبوط في اليمن. مأرب. ما معنى كلمة مأرب؟ ما بعرف. ما بعرف. سفكوله كمان مرة من هنا رجع. طيب منشوف كمان، خلينا نكمل مشوارنا هنا. شوف هي متحمسين الجماعة هنا. مرحبا كيفك؟ الله يسعدك حبيبي. يسعد الأرجيل محلاها في الأجواء الرمضانية، مع أن أنا ما بحب لا السجاير ولا أرجيل الحمد لله. شو عرفنا اسمك كل شيء؟ مجد القب. مجدي. طيب يعني شو رأيك بالسهرة الحلوة؟ بتجنن وجودك. لا هيك دبحتني هيك بس سحب على بروح بعدين دبحني. طيب اسمع، هلا عندنا معرض جنين للأدوات المنزلية. سمعت سؤال الأخطل؟ الأخطل. ما معنى الأخطل؟ قصير القامة. قصير القامة؟ لا. أو اللي ملوش أذنين. إيش؟ اللي ملوش أذنين. لا. كبر الأذنين. كبر الأذنين. كبر الأذنين. يا سياسي تاريخ، سمعت شو معنى الأخطل؟ ابعد عنك اللي أذنيه كبار. بسموه الأخطل. هاي معنى الأخطل، مظبوط؟ لا خلص كفيك وحدي. هاي جائزة من معرض جنين للأدوات المنزلية طول كرم مقابل كنيسة. بتقول له كل عام وانتم بخير ويسلموا على الأمسيات الرمضانية وراتهم سالمين إن شاء الله. كل عام وانتم بخير. المنفوخ تطلق على من؟ المنفوخ؟ المنفوخ يعني على الشخص نفسه؟ لا هي تطلق على شيء تاني، بس من هو المنفوخ؟ يعني تطلق على باختصار على حيوان.
بس طيب اقول لك بدنا نجيب لك اياها كمان. هلا هي المنفوخ تطلق على الجمل، بس لماذا اطلقت على الجمل؟ ليش؟ يعني بشرب مي كثير ولسه نامي. لا 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 مش هيك. لا تعرفها؟ يعني انا وصلت لك الرساله للاخر، بس ضل الحل تطلق على الجمل. اه بس ليش وليش اطلقت على الجمل؟ فخن اول مره بعرفها تطلق. اول مره بعرفها. طيب والله لا غيرها ما دام ما بتعرفهاش. طيب من هم في الدين، في الشرع، في الارث، من هم المستحقون للثمن من الارث؟ الزوجي. يا عين عليك ما اروعك. الزوجه هم او الزوجات هم اللي بيستحقوا الثمن من الارث. جايز مقدم المعرجين لأدوات منزلية شوف كله. شكرا لهم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل عام وانت بخير. هل تعلم او تعرف من هو الذي يطلق عليه ابو ربيع؟ اي نعم. من هو؟ هو انا. مش هذا سؤال. طيب من هو سامح او مازن؟ سامح او مازن هو انا كمان. اي نعم. يعني جميع الاسماء عندك. اي نعم هو انا سامح. طيب على من يطلق الربيع؟ الربيع بجو الربيع وفصل الربيع. فصل الربيع. وانت ابو ايش؟ ابو ربيع. ابو ربيع. سؤال صعب جدا على فكره، حله صعب يعني، بس والله تعب ابو ربيع. طيب جاهز مقدم المعرجين للادوات المنزليه شو بتقول لهم؟ الف شكر لهم وان شاء الله الى الامام، وكل عام وانتم بالف خير جميعا. اجواء حلوه كل عام. اجواء حلوه ان شاء الله. في عنا معرجين الأدوات المنزلية بيقدم جوائز وهدايا. في سؤال سألناه هناك، معنى سد مأرب. مأرب ما معنى كلمة مأرب؟ شو ماذا تعني؟ مرت عليكي سد مأرب؟ مرت علي طبعا في اليمن، هي سد مأرب في اليمن، بس معنى كلمة مأرب إلها معنى. مأزق يعني أنت في مأزق هيك قصدك؟ لا ما معناها، ما معناها مش مأزق. سد مأرب. أنا مرت علي وأنا والله مرت علي حاجة زي. بس إحنا منتقلين في الفطور هيك وشوي بجزء من الفطور بتاكلين، عشان هيك مش عارف العجي تفكر. مش عارف يعني قديش بدي، قديش يعني حجي أروح أغيب عنك 10 ساعات ترجع بتكون. لا 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 ابني حس سد وسد مقرب. طيب مقرب ما معنى كلمة. اسم سد. أنا عارفة أنا معاكي، بس معناه مقرب. سد مقرب في اليمن أوكي، بس إحنا معنى مقرب شو معناها؟ يلا. طيب هو اصلا مرتبط يا حجي ام ايش؟ الله يسلمك. ام إيهاب. طب شو معنى إيهاب؟ طب شو معنى إيهاب؟ من هبة. من هبة الله. إيهاب ولا والله ما بعرف انا. جوز الغزال يطلع. جوز الغزال يطلع بجوز. ها شاطر انت. شو سد مقرب؟ مقرب. هلا في اشي اسمه سد مقرب، اقرني شو معنى سد مقرب، يعني حلليها بتطلع الجواب موجودي. طب شو السد يا حجي؟ السد ايش؟ طيب شو لايش؟ حاجز مائي. لا طيب ها وصلت 90% حاجز مائي. طيب سيب الحاجز، شو ضل عنا؟ مائي. ماء. ماء ايش؟ مقرب. شو يعني مقرب؟ الله لا يعكر صف واحد. نقي بجوز. اسمع سامعني غشش الحجي. الماء الكثير. ماء الكثير برضو نقي يعني. كثير. لا الماء ماء الكثير. طيب الماء الكثير خليك على ماء بنبطل بعدين. خليك على الماء الكثير. الماء الكثير بعد الإفطار يجوز، من غشنا فهو منا، يعني بعد الإفطار كان نغشش عادي مش مشكلة. الماء الكثير معناته يا حجي مقرب. معلومة يا حدا. الحمد لله احفظيها يا حجي. حاجي ما احنا كل يوم هون يا حجي. حجي هاي من معرجين الادوات المنزليه بتسلميها وبتستلمي الجائزه، بامكانك تقضيها الساعه 12 واحده بكونوا فاتحين. طيب ان شاء الله. شكرا لك وكل عام وانتم بخير. ما معنى المقصود بالهيعه؟ الهيعه الفزعه. فزعه. يا عيني ما اروعك. وين هذولك ما عرفوهاش؟ صلوا ساعه ما كل عرفوهاش. لا يعني هي مش هي يعني انت جبت الجواب، بس المعنى تقال الهيعة عند الفزع. مظبوط. الواحد بيصرخ هاي هيعة بسموها. هاي اول مره تسمع فيها. مظبوط. بس الناس تطلع تلقائيا لحالها بتصدر منهم كلمه بيشوف شيء من فزع منه. مظبوط اثناء الفزع تقال. طيب يوسف
هاي بالمعرجين لدود منزلي بتسلمها بإمكانك هلا تروح أو بعد ما تخلص لسه 12 واحدة فاتحين. الله يحييك. شو بتقول للمعرجين؟ شو بدي أقول له يعني يسلموا كل عام وأنتم بخير. كلب مقطوع عدانه. اضوي لي هنا على اضوي لي بطلت اشوف يا زلمه. طيب كلب مقطوع عدانه ومرمي على سكه الحديد. ركزي بس مزبوط طلع الكلمات شو الله ركز مزبوط معي عين الكاميرا معنا شو يا دنيا ركزي كمان طلع شو مكتوب لك ركزي ركزي ركزي. كلب مقطوع عدانه ومرمي على سكه حديد شو كلب كلب. طيب وليش كلب طيب هو راح يكون غير كلب كلب إجابة صحيحة. طيب جائزة مقدمة نشوف هاي معرض جنين إذا مش معرض جنين نغيرها شك دولي شو هذا معرض جنين شو معرض جنين للتنزلة. مبروك عليك جائزتك شو بتقولي له معرض جنين؟ شكرا ورمضان كريم. مشاهدينا نلتقي غدا وإياكم إن شاء الله في حلقة جديدة من الحلقات اربح مع معرض جنين للأدوات المنزلية. كان بصحبتكم في هذه الأمسية من وراء الكاميرا علاء جلاد ومني أنا منتصر العناني بالود نلقاكم غدا.